صباح الخير. أنين أطفال خان شيخون، فهل من يسمع؟ مجزرة جديدة بإدلب بالغازات السامة بتهز العالم. صور الأطفال والنساء بتوثق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام بحق الأبرياء. بالوقت يلي كان المجتمع الدولي عم بيناقش مؤتمر بروكسل واقع النازحين، كانت آلة القتل عم تحصد بالسلاح الكيميائي المزيد من الأبرياء، والمجتمع الدولي بعده بيكتفي بالإدانة. أعداد النازحين يلي هربت من قمع النظام تجاوزت 5 ملايين شخص. قتل مجاني، مشاهد مرعبة، والمجتمع الدولي إما حائر أو متواطئ أو غير مبالي. خلال سنوات الأزمة السورية، لبنان استقبل أكثر من 1.5 مليون نازح سوري بوقت كانت معظم الدول سكرت حدودها. فالبلد الصغير بمساحته وإمكانياته أثبت أنه إلى جانب كل الشعوب المضطهدة انطلاقا من الدافع الإنساني، إلا أنه بغياب الدعم المالي من الدول المانحة تحول هالأمر لعبء كبير على المستوى المالي، الاقتصادي، الاجتماعي والأمني، بالإضافة إلى المنافسة بسوق العمل. لنضوي أكثر على هالموضوع رح نبقى مع تقرير للزميل خالد أبو الشقرة. مع دخول الحرب السورية عام السابع، بدأ لبنان يخرج من دائرة الأمان الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني. المجتمعات المضيفة اللي عم تستقبل أعداد نازحين بتفوق أعداد سكانها بدأت تنهار تحت ضربات شح المساعدات وتراجع التقديمات وزيادة الضغوط على الموارد الاقتصادية والمنافسة على تأمين رغيف الخبز. واضح الانعكاس تبعولها بكل المجالات، في ضغط. أنت بتقدر تحمل وزن معين، عم تحمل هلا اكثر من اللي بتقدر تحمله باضعاف. مشكله على الكهرباء حتى وعلى الوظائف. اكيد طبيعي، يعني في كثير يد عامله اجنبيه عم بتزاحم العمال اللبنانيه، وهذا الشيء مضر كثير للبنان، خاصه بهال يعني كريز مونديال، انه لبنان كثير عم يتاثر. هذا الشيء عم بياثر سلبا لانه لبنان بطل في له محل بلبنان. يعني انا كشاب لبناني طموحي سافر من لبنان لقدر حقق احلامي، وهن حلب قد لبنان على 3 مرات. بحكي حلب قد لبنان، نحن لبنان سوري يعني مش حق لك، ما فينا يعني قد ما كان فرص العمل عم تصغر. انه لبنان ضيق بسكانه، باللي فيه ضيق لبنان، كيف بده يكون في نازحين سوريين وعراقيين ومصاربه الواقع الصعب والمعقد اللي عم تعيشه المجتمعات المضيفة بدأ ينذر بمشاكل خطيرة ويهدد باضطرابات، خصوصا مع ارتفاع منسوب التوتر وغياب القدرة على التحمل. فالأزمة السورية استنزفت أكثر من 18 مليار دولار من الاقتصاد اللبناني، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 40% واستهلاك كثيف للبنى التحتية بسبب قلة المصاري. اليوم السوق كله واقف، ما في مصاري، ما في شغل، كله بده يأديك، لأن إذا هو ما معه يأكل وأنت ما معك تأكل بتروح على مشكلة. ليك انا ما بخبي عليك، نص اصحابي اذا ما اكثر قاعدين بلا شغل ورا العامل الاجنبي بدون ما نسمي مين هو، بلس اذا بدك تشوف الدوائر الدوله. يعني اليوم بتشوف يمكن بالاشرفيه انه ما في شيء، بس فوت على مطارح الشعبيه في كثير مشاكل. نحن قاعدين بمنطقه برج حمود، ليليه في مشاكل. اليوم ما في، ما تاخذني حدا يمشي بقلب برج حمود والنبع، عم بيتساعدوا هن اكثر منا، نحن اللي لازم مين يساعدنا مش هن عم بيتساعدوا، عم بيتقدم لهم كل شيء. صرنا نحن بنقعد بالزاويه نتفرج عليهم. عم نعيش هالمشاكل اصلا، عم نعيش السرقه، عم نعيش النهب، عم نعيش الحوادث، القتل، خصوصا من 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 ورا الفقر، يعني من ورا الفقر والجوع. بس هذا منه مبرر. يعني ما بقى اللبناني بقى فيه يتحمل، يعني استقبلناهم شهر شهرين بس طول العمر يا بقى شوي رح يتجنسوا. Thank you.
ما في شك انه لبنان عم بتحمل عبء كبير، في عنا عدد كتير كبير من النازحين، اعلى نسبة بالعالم من نسبة عدد النازحين لعدد سكان، فما في شك انه تعاطي الخاطئ مع الملف قد يؤدي الى انفجار بهذا الموضوع، وعدم تحمل مسؤولية هذا الملف قد تؤدي الى انفجار. بنفس الوقت ما بدنا يعني هيك نخوف الناس ونقول انه نهول الموضوع. في حال تم تعاطي السليم مع أزمة النزوح السوري، صرف الأموال بالطريقة الصحيحة، وجود دعم، ما حدا عم ينكر أهمية وجود دعم خارج على هذا الموضوع، وإنما المهم نحن نكون جاهزين كمجتمعات محلية. كيف نصرف هذه المصاري؟ وين خطتنا لصرف هذه المصاري؟ كيف نحن عم نتعاطى بطريقة تريح النازح ولا تؤدي إلى زيادة الضغط؟ فهي مسار متكامل يجب أن نعمل عليه. مساعدة المجتمع المضيف هي أولوية، ليس فقط لتعويضه عن الخسائر اللي تكبدها، إنما لحمايته وضمان استمراره بدعم النازحين اللي ما زالوا عم يتدفقوا هربا من وحشية النظام السوري. نبقى بالإطار نفسه لمساعدة المجتمعات يلي استقبلت النازحين. نظم برنامج دعم المجتمعات المضيفة بالتعاون مع اليو ان دي بي ورشة عمل طالت موظفين ومدراء ببرنامج الشؤون الاجتماعية بالمناطق. هدف هالورش تمكينهم من حل النزاعات يلي ممكن انه توقع على الأرض الواقع. تقرير. مع تحول لبنان إلى مخيم كبير للنازحين، بدأت المشاكل بين المجتمع المضيف وضيوف تظهر على الواجهة، فتحول النازحين من ضيوف مؤقتين إلى منافسين على لقمة العيش، الأمر اللي بدأ يثير التوترات ويؤدي إلى كثير من المشاكل. أمام هالواقع نظم مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورش عمل تحت عنوان بناء قدرات موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في وزارة الشؤون الاجتماعية حول تنفيذ آليات الاستقرار الاجتماعي. الهدف الاساسي لهذا المشروع هو العمل على الاستقرار الاجتماعي، فنشتغل بالمجتمعات المحليه بالمناطق بالضياع وبالمدن على خلق اليات لتحفيز وتثبيت الاستقرار المحلي. فهذا الاطار ساعدنا المراكز الشؤون الاجتماعيه حتى يزيدوا من ادواتهم ومهاراتهم حتى يكونوا ضمن هذا الشغل. الاكيد الحقيقه هو تدريب اثناء العمل هو من اولويات وزاره الشؤون ومن الاشياء اللي كثير نحن بنؤمن فيها كتدريب للعاملين بقلب لحتى نضل نواكب المستجدات والمشاكل والمخاطر الموجوده. والموضوع اللي هلا عم نشتغل فيه التدريب الاستقرار الاجتماعي اللي هو اخذ على عده شهور، كان تدريب مستمر للعاملين وتطبيق عملي على الأرض. و16 مدير مركز وموظف استفادوا من تدريبات علمية وعملية لمساعدة المجتمعات المحلية اللي بتستقطب نازحين على إدارة النزاعات والوقاية منها. طبعا وجود السوريين في لبنان يمكن عمل أحيانا بعض الحساسية أو النزاعات على مستويات مختلفة، كيف ممكن هن يقدروا يحللوا المشكلة، يعرفوا تأثيرها، يعرفوا كيف في إمكانية للتدخل، هل بيلعبوا دور الوسيط، هل بيلعبوا دور المصالحة، مين لازم يتصلوا مع البلدية. دائما نحن شغلنا مرتبط بالبلدية كوزارة شؤون بشكل مباشر. هذا البروجي إن شاء الله بيكون دوره كتير فعال، أكيد بيخلق جو مريح بين السوريين نازحين السوريين وبين المناطق اللي فيها السوريين، كونه عم بيصير في نزاع من خلال فرص العمل، من خلال المدارس، من خلال التقاليد والعادات، فإن شاء الله بيكون إيجابي ليصير في استقرار اجتماعي بشكل عام. خطوات كبيرة بإمكانيات محدودة عم بتسابق انفجار أزمة خطيرة وعم بتحاول تحد من تداعياتها بأقل خسائر ممكنة.